من قناة الإخبارية أحييكم مشاهدينا الكرام وأرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث عن برامج وزارة الإسكان التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين. نتحدث بالتفصيل عن حملة سكني بكل تفاصيلها وبرامجها. وأرحب بضيفي في استوديو لهذا اللقاء سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني في وزارة الإسكان والفروع. أهلا بك معنا سمو الأمير. أهلا وسهلا. في البداية اسمح لي قبل أن أسهل الحوار نتابع معك ومع السادة المشاهدين التقرير التالي ومزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام. تستهدف وزارة الإسكان استحداث برامج لتحفيز القطاعين العام والخاص بهدف تيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة. وتواجه الوزارة تحديات في محدودية الوحدات السكنية وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى صعوبة التمويل في ظل الاعتماد على التمويل الحكومي. وانطلاقا من رؤية المملكة المستقبلية، تسعى الوزارة إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن 52% بحلول العام 2030 من خلال التخطيط والرقابة وفق مسارات تتناسب مع احتياجات المواطنين السكنية. وتدعم الوزارة تمكين الطلب ودعم العرض من خلال البحوث والدراسات واستدامة مواردها بالتمويل والاستثمار. وعملت الوزارة على مسارات التملك بالتمويل والإسكان الميسر والادخار ومسار الإسكان التعاوني بمنهجية تتسم بالكفاءة والجودة لاختصار تملك المسكن. ويستهدف برنامج البيع على الخارطة وافي إلى تسويق وبيع الوحدات العقارية قبل وأثناء مرحلة التطوير والبناء بهدف خفض تكاليف البناء وزيادة المعروض. ويهدف برنامج إيجار إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني عبر الشبكة العنكبوتية لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية، كما يعمل برنامج اتحاد الملاك على حفظ حقوق الملاك وحسن انتفاع شاغلي الوحدات السكنية. وتعد رسوم الأراضي البيضاء أحد الأدوات التمويلية للصرف على مشاريع الإسكان، فيما يقوم مركز خدمات المطورين بخلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً. مجددا مشاهدينا الكرام سمو الأمير أرحب بك معنا مرة جديدة وأشكرك على إعطائنا هذه الفرصة لتفاصيل ولإيضاح كل تفاصيل بحملة سكني. شكرا لتواجدك معنا. في البداية، ما هي حملة سكني وما هي أهم برامج هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حملة سكني ودي أستعرض أهدافها أولا. حملة سكني هي حملة قامت بها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري لرفع نسبة التملك من 47% إلى 52% خلال مرحلة 2020، مرحلة التحول. وهذا الهدف الرئيسي للحملة. الحملة تكونت من 120 ألف منتج سكني، وأيضا 85 ألف قرض عقاري، وتقريبا 75 ألف قطعة أرض. هذا توزيعها. وزارة الإسكان التزمت خلال 10 دفعات قادمة كل شهر تعلن تخصيص للمنتجات القادمة، أعلنت دفعتين وإن شاء الله يوم 15/4 بيكون إعلان الدفعة الثالثة للمنتجات اللي تم تخصيصها واللي تم تسليمها في السابق من دفعتين اللي فاتت. نعم، برامج هذه الحملة، يعني هي الحملة عبارة عن عدة برامج تنبثق من حملة سكني تهدف كما أشرت سمو الأمير إلى رفع نسبة التملك. ما هي برامج التي تحت مظلة حملة سكني؟ الوزارة الإسكان وضعت برامج لحل بيئة إسكانية متناسبة. نعم. ويمكنها تتواكب مع السوق وأيضا تتواكب مع الطلب والعرض اللي موجود في سوق العقار. نعم. من ضمن هذه البرامج عندنا برنامج البيع على الخارطة وافي، وأيضا برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك وأجار. هذه جميعها تساعد على وضع بيئة إسكانية مناسبة إما للاستثمار أو رفع نسبة التملك. الأولوية تعطى لمن مع سمو الأمير؟ الأولوية في التخصيص من ناحية المنتجات التي تعلن عنها شهريا وزارة الإسكان.
طبعا في مرحلة التخصيص لازم جميع الطلبات تكون عن طريق البوابة الإلكترونية. نعم. وبعدها يتم تحليل جميع المعلومات. وزارة الإسكان مرتبطة مع أكثر من 21 جهة. نعم. شركة الكهرب، عندك وزارة العدل، وزارة شؤون البلدية والقروية، وجهات كثيرة للتأكد من صحة المعلومات الموجودة، من أهمها مركز المعلومات الوطني. نعم. بعد التأكد يتم أخذ البيانات وإعطاء أولويات اللي موجودة في نظام الدعم السكني. نعم. اللي هي عدد أفراد الأسرة. نعم. القدرة المادية، وقت الطلب، تقديم على الطلب، وأيضا سن المتقدم. نعم. ويعطون أولوية بناء على الدعم الجديد. نعم. وأيضا على النظام اللي وضع الوزارة الدعم السكني قبل 6 شهور تقريبا، دخل فيه الأرامل والمطلقات والأيتام وأصحاب يحصلون على دعم مميز أو خاص، لهم أولوية يختلف في النقاط، ولهم دعم خاص أيضا. نعم. إذن هذه فيما يخص آليات التخصيص والتسليم. أيضا هل من تفاصيل أخرى عن آليات التخصيص والتسليم؟ اللي حكينا عنها أول شيء هي هذه آلية التخصيص. آلية التسليم تأتي في المرحلة اللي بعدها. نعم. في رحلة المستفيد بعد الإعلان عن الدفعات، يتم إرسال رسائل نصية للمستفيد. نعم. أما عن طريق البوابة أو عن طريق الجوال. للموافقة أو رفض المنتج. إذا وافق المستفيد يروح المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة المعاينة. نعم. ويروح يشوف المنتج، وبعدها إذا وافق يتجه للجهات التمويلية، أما البنوك أو شركات التمويل، ويبدأ في مرحلة التسليم. طيب. قبل أن يتجه إلى الجهات التمويلية، لنفترض أن المستحق القرض من وصلته الرسالة اتجه إلى، لنفترض أن رفض المنتج، يرجع لاحة الانتظار، وبناء على نسبة الاحتياج في المنطقة يبان له الأولوية على المنتج، أو في بعضهم ما يرفض المنتج، يرفض المحافظة أو يرفض، وهذا من حق المستفيد، إما الموافقة أو الرفض. بعدها يتجه إلى الجهة التمويلية التي هي من المفترض أنها البنوك. البنوك وشركات التمويل. نعم. الدعم الذي تقدمه الوزارة الإسكان لمستحقيها هو دعم في سعر المسكن، السعر الرئيسي، أم الفوائد التي يعني يدفعها للبنوك في مرحلة لاحقة؟ طبعا الدعم يجي على جهتين. نعم. للمستفيد يبان عنده أول ما يفتح الشاشة تبان عنده السعر المنتج في السوق، خلينا نقول سعره 650 ألف، بما أنه من مستفيدين وزارة الإسكان ينزل 650 ألف، خلينا نقول إلى 600 ألف، هذا الدعم الأولي له. وبعدها في مرحلة التمويل له دعم مخصص أيضا، يرجع بناء على شرائح المستفيدين الموجودة في الوزارة. نعم. طيب، اختيار المنتج بحسب المستفيد يعود ايضا لقدرته الماليه. ان لنفترض ان احد المستفيدين يريد ان يشتري فيلا لنفترض بسعر اعلى، وقدرته الماليه لا تسمح بذلك، هل يمكن ان يختار ويدفع اكثر؟ ما هي الاليه بحسب القدره الماليه للمستفيد؟ الوزاره توصي المستفيد بالمنتج اللي يناسبه. نعم. لكن اذا المستفيد يحتاج او يريد منتج اخر او اكبر وعنده القدرة أن يدفع، فلا مانع لدى وزارة الإسكان. من تم منحه قطعة أرض منحة، هل يمكنه أن يستفيد من منتجات تمويلية أخرى؟ وزارة الإسكان مثل ما قلت مربوطة مع وزارة العدل، فوقت تحليل البيانات إذا طلع عنده صك يسقط من النظام، ولا يمكنه تكملة إلا إذا باعها ومر سنتين يمكن التقدم مرة أخرى على البرنامج. مستفيدو أو مستحقو دعم من وزارة الإسكان يختلفون عن مستحقو دعم من صندوق التنمية العقاري، صحيح؟ صحيح. وزارة الإسكان يوجد لديها 825 ألف مستحق حتى الآن. وضعت برامج لحل لتسريع الحلول أيضا. نعم. للبيئة كاملة، بيئة الإسكانية. نعم. الصندوق جهة تمويلية فقط. وزارة الإسكان أعلنت في هذا العام عن 280 ألف منتج سكني، ما بين كما أشرنا أرض أو قرض أو أرض أو قرض أو فيلا جاهزة، منتج جاهز. نعم. هذه المنتجات خلال هذا العام هل يمكن أن يكون نفس العدد في الأعوام القادمة لكل عام لتحقيق أهداف الرؤية أو البرنامج تحول 2020؟ اللي تطمح لوزارة الإسكان إن شاء الله السنة الجاية المنتجات
تفوق العدد اللي موجودة من السنة اللي فاتت. نعم. والسنة القادمة تكون أعلى واللي بعدها أعلى إن شاء الله. فيما يخص التمويل لسمو الأمير أيضا يعني طرحنا نقطة التمويل أن يتجه إلى صندوق التنمية العقاري أو إلى البيع على الخارطة. حدثنا أكثر لو سمحت عن الحلول التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان. وزارة الإسكان وضعت برنامج أيضا مع صندوق التنمية العقاري، أي من المستفيدين اللي يظهر اسمه عن طريق صندوق التنمية العقاري يمكنه الذهاب للبيع على الخارطة لشراء المنتجات. نعم. اللي تعرضها البرنامج. وأيضا البيع على الخارطة له هدف آخر ومن أهم أهدافه ضخ أكبر نسبة للسوق العقاري من المنتجات السكنية. نعم. اثنين، تأكد من الجودة التي تضعها الشركات الخاصة في المنتجات العقارية. نعم. وأيضا نسبة التملك تكون فيها عالية جدا، ويمكن المستفيد اختيار المنتجات من قبل. نعم. من وقت التخصيص. نعم. سمو الأمير، نتابع مع السادة المشاهدين عبر الشاشة، نتحدث عن المنتج السكني، يريد لو سمحت تحدثنا أكثر عن هذه. هذه بعض التعريفات للمنتجات. نعم. المنتج السكني، الوحدة السكنية، فيلا، شقة، دوبلوكس أو المجمعات السكنية ككل. نعم. عندنا التخصيص هو تعيين وحدة سكنية محددة المساحة والمنطقة والمدينة مع تحديد سعرها. البيع على الخارطة المميز فيها أيضا لما يتم التخصيص وتختار الشقة وتستلمها بعد سنتين، ما يقدر يقول لك المطور العقاري والله ارتفع سعرها لأنك انت اشتريتها من سنتين، لا، محجوزة بسعر معين وانت عارف الوحدة ورقمها وطريقتها. ممتاز. كاملة. نعم. التسليم هو توقيع عقد المنتج السكني المخصص سابقا بعد موافقة المستفيد. بعد المعاينة تجي مرحلة توقيع العقود مع الجهات المالية، هذا يبين للوزارة أن تم تسليم المستفيد المنتج اللي وافق عليه. طيب سمو الأمير، نقطة أخرى أيضا، وزارة الإسكان تتجه إلى إطلاق مؤشر لأسعار العقار، حدثنا لو سمحت عن هذا المؤشر وكيف ستكون آلية طرحه أو تغيير هذه الأرقام بحسب وزارة الإسكان. إن شاء الله خلال نهاية الربع الثاني، خلال الأيام القادمة. نعم. تنتهي من الربط مع الجهات اللي مرتبطة فيها، الربط إلكتروني بيصير ربط إلكتروني كامل لتعطي المؤشرات صحيحة للعقار وليس الأراضي أو التمويل العقاري وإنما للعقار ككل. نعم. وخلال الفترة القادمة سوف يعلن عنها وكيل وزارة الدراسات والأبحاث في وزارة الإسكان وآليتها وتحديثها والمؤشر اللي سوف يقاس عليه العقار نفسه في المنطقة في كل مناطق المملكة إن شاء الله. ويتغير أو يتم تحديثه بشكل تحديثه بشكل تقريبا يومي على المعلومات اللي موجودة أو على شكل أسبوعي بناء على المنطقة وآلية آلية جمع المعلومات. نعم. طيب نتابع استعراض بعض التفاصيل سمو الأمير. رحلة مستفيدي الدعم السكني، طبعا رحلة المستفيد تبدأ عن طريق بوابة إسكان. نعم. بعد ما تصدر له الموافقة. بعض المناطق في المنتج جاهز، منتجات الوزارة. نعم. جاهزة. أها. فيروح للمعاينة وبعد الموافقة. نعم. إذا وافق على المنتج والمشروع يذهب للحصول على التمويل العقاري. نعم. عن طريق البنك أو الشركات التمويلية. يكون مدعوم من الوزارة بشكل أساسي. يكون مدعوم من الوزارة يعني. صحيح. السعر ومن ثم الفوائد التي يدفعها للبنوك أيضا تدعمها الوزارة. الأرباح. طيب. أيضا عندنا المنتجات اللي عن طريق البيع على الخارطة. نعم. كثير من المنتجات غير موجودة الآن. صحيح. فيكون المنتج عن طريق البيع على الخارطة. نعم. بعد ما تصدر له الموافقة يذهب لاختيار وحجز المنتج السكني عن طريق الموقع التسويق المشروع. نعم. ومن ثم الحصول على التمويل وانتظار الفترة البناء ثم الاستلام عن طريق. كيف تتابع وزارة الإسكان هذه الآلية خاصة فيما يتعلق بالبيع على الخارطة وجودة المنتج السكني الذي يحصل عليه المواطن في الأخير؟ طبعا وزارة الإسكان لديها وكالة الشؤون الفنية. نعم. وأيضا برنامج البيع على الخارطة لديهم برنامج إدارة المشاريع. نعم. وهناك جولات تفتيشية على المشاريع جميعها، وأيضا إدارة الجودة تقوم بالجولات التفتيشية على المنتجات التي تطرح في السوق. ممتاز. نتابع أيضا، نتحدث عن الدفعة الثانية لشهر مارس التي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام. صحيح؟ صحيح. نعم. شهر مارس
أعلنت وزارة الإسكان 4223 فيلا جاهزة للتسليم. نعم. هذه المنتجات جاهزة في جميع أكثر مناطق المملكة. نعم. عندنا 6000 قطعة أرض سكنية بدون مقابل مالي. ما المقصود بهذا بدون مقابل؟ بدون مقابل مالي ما تحسب على المستفيد بأي مبلغ، لأن هذه توزع في القرى والهجر والمراكز. يبقى على المستفيد أن يبني هو منزله يبني على هذه الأرض. صحيح. ممتاز. نعم. عندنا 7700 تمويل سكني بدون أرباح. هذه تابعة للصندوق، والتنتين الأولى لوزارة الإسكان. تمويل سكني من صندوق التنمية العقاري. من صندوق التنمية العقاري. ولكن أيضا مستحق يذهب إلى البنك. يمكن الذهاب للبيع على الخريطة وأخذ المنتجات اللي تعرضها وزارة الإسكان. ممتاز. هذا برنامج تعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان. نعم. والوزارة مستمرة بالإعلان شهريا عن هذه. إن شاء الله إلين ديسمبر. ممتاز. أيضا نتابع الأرقام الجديدة لصندوق التنمية العقاري. صندوق التنمية العقاري في زميلنا الأستاذ أيهم اليوسف. نعم. إن شاء الله بيظهر عندكم قريبا. نعم. خلال الفترة القادمة. نعم. عندهم 7700 تمويل على جميع أنحاء المملكة. الآلية ما أعرفها بالضبط، لكن كل شهر بيصير نفس الرقم يزداد 7700 حتى نهاية السنة إن شاء الله. ممتاز. نتابع أيضا مع باقي الشرائح أيضا فيما يخص الفلل، تختلف عن ال. نعم. الفلل عندنا في وزارة الإسكان الآن. نعم. تم توزيع على أكثر مناطق المملكة. في الرياض، في المنطقة الشرقية، عندنا في الحدود الشمالية. هذه المنتجات الجاهزة. كثير يتساءلون يقول لك ليش تم التوزيع في المنطقة هذه. نعم. الوزارة لما وضعت الاستراتيجية في البداية، أسرع وقت لتسليم المنتجات هي المنتجات الجاهزة. صحيح. فدخلت هي في الدفعة الأولى والدفعة الثانية بحسب المناطق التي هي جاهزة فيها. جاهزة للتسليم. طيب فيما يخص المطورين العقاريين سمو الأمير، كيف يتعامل المطورون العقاريون مع هذه البرامج التي تطلقها وزارة الإسكان؟ هل يتخوفون من هبوط الأسعار مع زيادة المعروض السكني في الأسواق؟ وزارة الإسكان طرحت أكثر من 30,000 منتج عن. نعم. طريق البيع الخارطة خلال الفترة اللي فاتت. نعم. وتقدم لها شركات عديدة داخل المملكة وخارجها، وتم. نعم. توقيع أكثر من 30 اتفاقية بالشراكة مع القطاع الخاص. وهذا إحدى المبادرات اللي مهمة في وزارة الإسكان، وخاصة خلال برنامج التحول أيضا، لأن وزارة الإسكان تحول من جهة تشييد وبناء. نعم. إلى جهة مراقبة ومنظمة للسوق أكثر. والشراكة القطاع الخاص بمهمة بناء وتشييد هذه الـ. صحيح. بناء على جودة الجودة اللي موجودة والكود السعودي. ممتاز. أيضا يعني تم الإعلان عن الكود الموحد للبناء مؤخرا. أيضا نتحدث عن هذه عن الأسعار، يعني هل تتوقع الوزارة من خلال دراساتها أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر مع خلال السنوات القادمة؟ هدف الوزارة ودورها أن توفر المنتجات. نعم. من 200,000 ريال إلى 800,000 ريال، وهو اللي فيها الطلب الأكثر موجود بالسوق. نعم. لما يجي المستفيد ويبغى شقة ب 200,000 يقدر يلقاها في السوق، يبغى بيت ب 700,000 يقدر يلقاها في السوق. فهذا هدف وزارة الإسكان. نعم. توفير الوحدات السكنية المناسبة. نعم. والموازنة بين الطلب والعرض اللي موجود في السوق. صحيح. من ضمن البرامج أيضا برنامج بيتنا، ممكن نعرج بشكل سريع على هذا البرنامج؟ برنامج بيتنا هذا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نعم. وأيضا مع الجمعيات الخيرية. نعم. ويخدم أهداف كثيرة، وأيضا وزارة التنمية والعمل لديهم برامج خاصة فيهم، وزارة الإسكان تساعدهم على إيجاد الحلول المناسبة للمستفيدين من عندهم وأيضا للجمعيات الخيرية. نعم. أيضا يمكن المنتمون إلى الجمعيات الخيرية الحصول على منزل هنا ومدعوم من وزارة الإسكان؟ نعم. وزارة الإسكان تساعد الجمعيات الخيرية للحصول على المناطق أو الأراضي، تساعد في رفع نسبة التملك عندهم بالأراضي. نعم. وتساعدهم أيضا في بعض المقترحات في البناء السريع والبناء الذاتي. نعم. بأسرع وقت يمكنهم الاستفادة منه في ضمان في وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. سمو الأمير، ما هي الإجراءات المناسبة لمن ليست لديهم القدرة لسداد الأقساط الشهرية لهذه المنتجات السكنية؟ طبعا السداد في البنك يرفضك الشيئين أو الجهات التمويلية. نعم. أما يكون
عليك التزامات سابقة لم يتم تسديدها، وهذا ما نتمناه من الجميع، أنه إذا لديهم أي مشكلة عن طريق سمة حلها قبل الذهاب للتوجه إلى الجهات التمويلية. نعم. أما من ليس لديهم قدرة مادية فيمكنهم التعاون عن طريق الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية، رفع أسامي المستفيدين لوزارة الإسكان والتعاون معهم على مشاريع. نعم. ما هي الآثار الاقتصادية التي سوف تتحقق بإذن الله مع برنامج سكني وال 280 ألف منتج التي طرحت لهذا العام أو تطرح تدريجيا؟ طبعا الأهداف الاقتصادية حركة الاقتصاد لما تجي المشروع واحد متعلقة فيها أشياء عدة، من الصناعات، من البناء، من الوظائف. صحيح. حملة سكني خلال إن شاء الله خلال السنتين القادمة ترفع نسبة التوظيف في السوق المحلي إلى 40,000. وأيضا الصناعات ترفع نسبة استهلاك المنتجات اللي في السوق إلى نسبة أكثر ما يعادل كل ريال يصرف في مشروع إسكاني يعادلها 4.7 ريال من المنتجات اللي تساعد في بناء المشاريع وزارة الإسكان. ممتاز. نعرج سريعا على عدد مكاتب أيضا وزارة الإسكان في المملكة وفروعها. وزارة الإسكان لديها 13 فرع حول المملكة. نعم. وأيضا لديها مكاتب في بعض المناطق مثل الطائف، عندنا الخرج، الزلفي، تقريبا حول 13 مكتب في مناطق يصعب على المستفيد الوصول إلى المنطقة الرئيسية، فتم فتح مكاتب هناك لمساعدة المستفيدين وخدمات عملاء لهم. نعم. هناك توجه أيضا لزيادة هذه الأعداد إن شاء الله المستقبلة. بالنسبة للمناطق رفع نسبة المكاتب ترجع بالنسبة أنا آسف المكاتب رفع نسبة المكاتب اللي موجودة في المملكة بناء على نسبة الاحتياج الموجودة في المنطقة. نعود إلى الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة يعني إلى تحقيقها خلال مع هذه المبادرات التي تطلقها. نتحدث عن برنامج تحول 2020 والرؤية، يعني الأهداف الأبعد استراتيجيا. الهدف الأول للوزارة رفع نسبة التملك من 74 إلى 52% وهي 5 نقاط، وبعد الانتهاء من مرحلة التحول يتم وضع الهدف الرئيسي إلى رفع نسبة التملك أكثر في الحملات القادمة إن شاء الله. بإذن الله. هل من نقاط أخرى سمو الأمير لم نشر إليها تود أن أتحدث عنها؟ وزارة الإسكان هدفها دائما تنوع المنتجات في السوق، وجميع المستفيدين أن يحصل على المنتج اللي هو يحتاجه. نعم. أو اللي يوصل الهدف رفع نسبة التملك أما عن طريق البيع على الخارطة أو المنتجات الموجودة في السوق لرفع نسبة التملك بحد معين للمستفيدين جميعهم. طيب. قبل أن نختم معك سمو الأمير، هيئة العقار والتي صدر أمر بإنشائها، ما هي مهام هيئة العقار؟ هيئة العقار إن شاء الله بتكون دورها أكبر خلال الفترة القادمة في كثير من المبادرات اللي وضعتها الوزارة. نعم. لوضع بيئة إسكانية مناسبة بتتحول إلى تحت الهيئة، وتصير دور الوزارة التنظيم والمراقبة أكثر، ودور الهيئة بيكون في التصريح ووضع سن القوانين لمعظم مشاريع وزارة الإسكان. نعم. تتطلعون أيضا إلى توقيع شراكات مع شركات ضمن القطاع الخاص أكثر من التي تم توقيع عقود معها، يعني حدثنا عن 30 شركة الآن، ما هي تطلعاتكم أيضا وكيف سيتم إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر مع الوزارة؟ إن شاء الله هدف وزارة الإسكان أيضا 30، هذا بس البداية، لكن الهدف إن شاء الله أن جميع مشاريع وزارة الإسكان بتكون عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. ممتاز. إذن أظن أننا انتهينا من طرح كل النقاط. صحيح. يعطيك العافية. أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في حلقة اليوم، لأهمية هذا الموضوع ملف الإسكان أيضا لكل المواطنين. شكرا جزيلا لك سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني في وزارة الإسكان والفروع. شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقة اليوم ولهذه الفرصة الهامة. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا ملفنا الأول، تحدثنا فيه عن ملف الإسكان وتحديدا عن
حملة سكني والبرامج التي تندرج ضمن حملة سكني والتي تعلن عنها وزارة الإسكان بشكل مفصل وتدريجيا كل شهر. أشكركم لمتابعة ملف الأول. ننتقل إلى الملف الثاني ونتحدث عن توطين الصناعة. كيف يمكن أن تتحقق أو يتحقق توطين الصناعة في المملكة، خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى عدد من الدول الشرق آسيوية وتوقيع اتفاقيات تعنى بشكل أساسي بالقطاع الصناعي؟ نتابع معنا التقرير التالي ثم نعود. يأتي برنامج اكتفاء لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة كأحد أبرز البرامج التي تستهدف تقليص الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات المحلية. وجاءت استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية كفرص لصناعة المواد محلياً وإنشاء المصانع ونقل الخبرات لزيادة استثماراتها محلياً. وأبرزت رؤية المملكة الأثر الإيجابي في توطين الصناعات العسكرية وتوفير أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعادن والاتصالات والتقنية. وجاءت الاتفاقات الأخيرة في الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله كأحد ركائز توطين صناعات جديدة في مجالات الأقمار الصناعية والفضاء وتحلية المياه. كما تأتي الشراكة السعودية اليابانية في فرص التوطين في مجالات صناعة السيارات وقطع الغيار والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال. ويبحث القطاع الخاص في توطين صناعة المواد الأولية الفعالة للصناعات الدوائية ضمن تحالفات لزيادة قدرة المملكة على تغطية العديد من الأسواق الإقليمية. وتدعم تلك التوجهات الحكومية في التوطين لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق إيرادات جديدة تجابه بها مرحلة ما بعد النفط وفق توجهات رؤية المملكة 2030. أرحب بكم مجدداً مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في حلقة اليوم مهندس خالد الغامدي خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة. أهلاً بك معنا. حياك الله. أيضاً أرحب بضيفي من الدمام ينضم إلينا المهندس فوزي العلوان خبير مالي وصناعي. أهلاً بك معنا مهندس فوزي. أهلاً وسهلا بك. في البداية نستهل الحوار معك مهندس خالد، نتحدث عن توطين الصناعة وهو ملف أو عنوان عريض يحمل في طياته الكثير من التفاصيل. عندما تحدث عن توطين الصناعة، ما المقصود بتوطين الصناعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن أهمية الموضوع وأهمية الصناعة اللي هي أنا أعتبرها عتبة أساسية في رؤية 2030. صحيح، قاعدة أساسية. ليش؟ لأنه يعتبر خيار استراتيجي بالنسبة لنا كالمملكة العربية السعودية. وحنا نبغى نرفع الناتج المحلي، نبغى ننوع مصادر الدخل، فلذلك خيارنا الوحيد الآن فعلا لتحقيق رؤية 2030 قائمة على المحور الرئيسي اللي هو كيف نوطن الصناعة. أعود للإجابة على سؤالك، ما هو توطين الصناعة؟ طبعا توطين الصناعة في المقام الأول يقوم على ثلاث شغلات رئيسية. اللي هو الهدف أنه نقل التقنية، هذا رقم واحد. توظيف العمالة أو الكفاءة السعودية. ورقم اثنين اللي هو التطوير والأبحاث. يعني برضو تطوير الأبحاث، أنه كيف أنا برضو أعزز توطين الصناعة. طبعا فيه مفهوم الآن الآن دارج عالميا ورؤية 2030 مركزة عليه، اللي هو يسمونه المحتوى المحلي، اللوكال كونتنت. المحتوى المحلي أنه كيف أنه فعلا الصناعات الآن والمصانع المحلية يكون جميع محتويات التصنيع محليا من خلال مواد خام. من خلال سيرفيس اللي هي الخدمات، من خلال العمالة، من خلال خلينا نقول العمليات اللوجستية. فالمحتوى المحلي الآن اللوكال كونتنت هو الهم الشاغل الآن لرؤية 2030. وعندنا هدف إن شاء الله مع رؤية 2030 أنه يكون اللوكال كونتنت أو نسبة المحتوى المحلي 70%. الآن تقريبا
أغلب الشركات طبعا يمكن الكبرى لا يتجاوز اللوكال كونتنت 35%، عدا يمكن شركة واحدة. طبعا خلينا نقول نسبة مشترياتها طبعا كمؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة. فأغلب الشركات المحلية الآن لا يتجاوز 35%، ما عدا شركة واحدة يمكن يتجاوز 70%. طبعا في جزئية مهمة، توطين الصناعة طبعا يمكن زي ما أسلفت أنه خيار استراتيجي. وأنا أعتقد أنه زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الأخيرة هي محور رئيسي كيف أنه نجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات الصناعية الحين. ومن خلالها اللي هو المحور الأول في توطين الصناعة كيف ننقل التقنية. ممتاز، سوف نفصل هذه النقطة. مهندس فوزي العلوان أرحب بك معنا مجددا. ما أشرنا إليها عن خادم، عن جولة خادم الحرمين الشريفين إلى عدد من الدول الآسيوية، تحديدا أعطاء أهمية كبرى لاتفاقيات ثنائية تعنى بقطاع الصناعة، على سبيل المثال في الصين مصانع الأجهزة الكهربائية العدادات ومصانع أخرى إمكانية استقطابها أو توطينها في المملكة. كيف رأيتم تأكيد وإعطاء أهمية كبرى خلال جولة خادم الحرمين الشريفين إلى القطاع الصناعي وتوقيع اتفاقيات تعنى بشكل أساسي في القطاع الصناعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزيارة مباركة إن شاء الله، هي تساهم في قطاع الصناعة من جهتين. الجهة الأولى هي تعتبر اقتصاديا عبارة عن شراء أسواق أو قيمة مضافة، يعني بدل من أن أشتري من أرامكو مثلا زيت، أشتري منتجات مكررة من أرامكو عن طريق عمل معامل كيماوية وتكرير في الصين أو آسيا. هذا يأتي بعائد إلى الصناعة مباشرة، أنه تزيد العوائد حقت مبيعات النفط وبالتالي تستثمر محليا. من جهة أخرى لما تعمل كذا، عادة هذه الاتفاقيات زي ما تفضلتي يرافقها اتفاقيات ثنائية، يعني تلاحظ مثلا الميزان التجاري بين الدولتين، أنه أنا أستثمر عندك هالكم من الدولارات، مستعد أعطيك تسهيلات استثمارية على أساس تعمل بعض الاستثمارات عندي. فهي من الجهتين مساهمة إن شاء الله بطريقة إيجابية جدا يعني. مهندس خالد، أعود إليك. في هذه الزيارة على سبيل المثال كما أشرنا في الصين، إمكانية استقطاب أو إقامة مصانع للأجهزة الكهربائية للعدادات، الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، مثلا أيضا في ماليزيا توقيع اتفاقيات لصناعة الطائرات على سبيل المثال، كيف ترون تأكيد وتشديد الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين على توقيع اتفاقيات تعنى بمجال الصناعة والاستفادة من كل دولة زارها خادم الحرمين الشريفين بما تتميز به؟ نعم طبعا، مدام رأس الهرم اللي هو سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان على رأس وفد الزيارة، هو أكبر دعم الآن خلينا نقول لرجال الأعمال، وأكبر دعم خلينا نقول للبيئة الاستثمارية عندنا في البلد، لأنه هي قاعدين نعطي رسالة للطرف الآخر أنه حنا بلد منفتح، عندنا فرص استثمارية، عندنا رؤية 2030، نستطيع معاكم من خلال علاقاتنا السياسية وعلاقاتنا الاقتصادية وعلاقاتنا التجارية أن نتبادل المصالح المشتركة ونكون محاور رئيسية نبني فيها. طبعا هي في النهاية علاقة تصالح، يعني خلينا نقول مصالح مشتركة بين الطرفين، متبادلة بين الطرفين. فهذه يمكن أكبر رسالة، يعني وجود خادم الحرمين على رأس هذا الوفد بهذا المستوى الرفيع بيسهل أمور كثيرة صراحة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، كل الاتفاقيات اللي وقعت سوف يكون لها جداول للتنفيذ. أحيانا في مجالس صناعية تجارية، مجالس ثنائية، هذه برضو بتسهل رجال الأعمال بين البلدين أنهم يقدروا يتعرفوا على الفرص الاستثمارية وخلافه. فأنا بالعكس أنا أشوف أنه هذه أكبر دعم لرؤية 2030 فيما يخص توطين الصناعة اللي هو تعظيم المحتوى المحلي. أنه فعلا الزيارات هذه سوف تثمر بإذن الله تعالى، والاتفاقيات أنه الجلب الشركات الكبرى لنقل التقنية. طبعا الشركات الكبرى، طبعا أكبر مثال عندنا أرامكو.
أرامكو في يوم من الأيام كانت خلينا نقول شركة بالمناسبة شركة أمريكية الآن نعم. صارت شركة سعودية بمية بالمية صحيح. شركات سابقة الشركات التابعة صناعة البتروكيماويات في يوم من الأيام كان الشريك الأجنبي يأخذ 50% حصة استثمار أو شراكة في الآن ما شاء الله شركات 100% نعم. فعلى غرار ذلك أنه الآن نجلب الشركات تستثمر توظف شباب البلد وشابات البلد وبعدين إن شاء الله مع الوقت نبدأ نشوف أن الشركات هذه تكون شركات سعودية ممتاز. مهندس فوزي برأيك ما هي المميزات التي تدعم توطين الصناعة وتحقيق استراتيجية المملكة وبرنامج التحول 2020 والرؤية؟ ما هي مميزات الاقتصاد السعودي والتي ستساهم في تحقيق توطين الصناعة؟ في مميزات كثيرة بس كان في عوائق وأعتقد أن جزء كبير منها انحل. نعم أنا أردت أن أتحدث عن المميزات قبل الحديث عن العوائق. المميزات بالدرجة الأولى حجم السوق، كمية القدرة الشرائية، في شغلات كثيرة يعني موجودة في السوق كسوق استهلاكي، عدد المواطنين، حجم الناتج القومي. يعني كما لا يخفى علينا أنه الدولة من أكبر 20 اقتصاد في العالم، فهذه يجعلها مستهدفة طبعا من المستثمرين بالدرجة الأولى. اللي حصل سابقا أنه كان في شوية ضبابية، يعني لم ننجح في إيصال الرسالة الصحيحة إلى المستثمرين لأنه كما لا يخفى علينا رأس المال جباب بالضرورة صحيح. فالآن مع الرؤية وتكشف الكثير، يعني ما زلنا وراهنا أنه ما زلنا في مرحلة الحبو لجهة الرؤية وفكرة عملية التي وضعت السياسة يعني حقت الانتقال ترانسفورميشن 2020 أو الرؤية في 2030 صحيح. ولكن المهم أنه وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح هو مشوار البليون ميل كما يقال يبدأ بخطوة. طيب ما هي المعوقات إذن مهندس فوز؟ المعوقات في معوقات هي بسيطة بالفعل ولكن الأثر حقها كبير جدا. يعني تكلمنا قبل شوية عن رأس المال جبان، رأس المال يحتاج له مثلا قانون، يحتاج له بيئة، يعني الشغلات الصعبة موجودة في السعودية. مثلا ترين كثير من الاقتصاديات العالمية توفر لك كل البنية التحتية والسياسات ولكنها تقيد حركة رؤوس الأموال لأنها الأكلف بالنسبة لها كما في الأسواق المجاورة والعالمية. طيب ما المطلوب إذا مهندس فوزي على أرض الواقع؟ المطلوب على أرض الواقع شغلات بسيطة جدا، يعني منها مثلا قانون اقتصادي وعمالي واضح ومفصل، في أيضا تبسيط بسلسلة التوريد زي ما تفضل الأخ خالد قبل شوي لجهة المنافذ، عملية النقل والتصدير. أيضا يحتاج من وزارة التجارة مناقشة سياسات إغراق مع دول أخرى لأنه في قطاعات في الصناعة الآن تتكلم عن عملية إغراق قد تؤدي إلى إخراج من الصناعة. وأيضا زي الزيارة هذه اللي قام فيها خادم الحرمين تساعد في عمل توازن في الميزان التجاري، فهذه كلها حل العواقب بالدرجة الأولى. البنية التحتية يعني سياسة شفافة وواضحة. المشكلة اللي عندنا يمكن بالدرجة الأولى أنه قد ما كانت الرؤية جميلة وشيقة يمكن شوية ما عملنا كما ينبغي لجهة إيصال الرؤية إلى الطرفين اللي هي المواطن والمستثمر. طيب مهندس يعني غالبية العالم تركز مثلا على الاستراتيجية والتسويق والمالية والتكنولوجيا اللي هي يمكن قد تكون في أوضاع معددة أقل يعني أثر من الوضوح. يعني يمكن فقط الوضوح لحاله إن كان كقوانين كحقوق كواجبات يعطي أثر أكثر من العوامل الأربعة اللي ذكرتها قبل شوية. طيب مهندس خالد من وجهة نظرك ما هي المعوقات التي تعيق توطين الصناعة بشكل أسرع؟ أي نعم أنا ممكن أضيف على كلام زميلي المهندس فوزي على المميزات طبعا. أول شيء ترى استقرار الأمن والأمان ونحمد الله على ذلك صحيح رقم واحد طبعا. الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي ترى موقع تجاري استراتيجي يربط القارات الثلاث. عندنا متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بدول العالم ويمكن زي ما ذكر أخوي المهندس فوزي أنه حنا من
أكبر 20 اقتصاد في العالم، فهذه ميزة طبعا. نعم. الميزة المهمة طبعا القدرة الشرائية والاستثمارية. نعم. توفر الفرص طبعا، وعندنا طبعا توفر المواد الأولية والخام، هذه أنا أعتقد يمكن إضافة لما ذكره زميل المهندس فوزي. بالنسبة للمعوقات، أنا أعتقد أكبر معوق الآن يقابل توطين الصناعة والمستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين اللي هو التمويل. لا زال التمويل نحتاج تمويل بعيدا عن البيروقراطية، بعيدا عن طول الإجراءات، بعيدا عن التحفظ لدى البنوك التقليدية. يعني التمويل لا زال المستثمر من الحلول ربما استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، إن كانت من المفترض أن لا تكون من مهام الدولة التمويل هذه الصناعات. طبعا في شغلة تمويل أحيانا فيها الدولة من خلال صندوق التنمية الصناعي أو نعم. صندوق التسليف أو برنامج كفالة أو بعض الصناديق اللي أنا صراحة يمكن أحييهم صراحة، اللي هو صندوق واعد ضمن شركة أرامكو السعودية، من أفضل يعني بأمانة من أفضل الصناديق الآن اللي قاعد يدعم الشباب السعودي، ولي تجارب مع شباب سعودي استفادوا من الصندوق هذا، وحتى بدون فوائد من غير العاملين في أرامكو، يعني من أي العاملين. من أي مواطن يمكن أن يحصل على التمويل، لأي مواطن يقدم دراسة الجدوى. نعم. وحتى من الشغلات اللي الصندوق كان يشترط في البداية عشان تقدم لازم تكون ما عندك وظيفة أو تكون يعني مستقيل من عملك، تكون متسبب يعني ما يكون عندك وظيفة. الآن لا، أضافوا الشرط أنه ممكن تقدم أول دفعة لابد أنك تكون مستقيل من عملك. فبأمانة تجربة واعد أنا أتمنى أنها تستنسخ إلى تجارب وصناديق تتبناها شركات القطاع الخاص، الشركات القطاع الخاص وحتى الحكومة. يعني بأمانة الآن وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى نجيب بعض النماذج اللي نجحوا شباب سعودي من خلال صندوق واعد يعني أو من خلال صحيح. برنامج واعد. طبعا فيها هذا التمويل، في طبعا البيروقراطية. أنا أتمنى الشغل اللي شفناه في وزارة التجارة والصناعة سابقا، النقلة النوعية في الإجراءات في الأونلاين، وصرنا حتى في الدورة أي نعم الدورة المستندية أنه نراه على إجراءات الجهات الأخرى. أنه أنا كمستثمر أبغى بوابة إلكترونية أتابع أعمالي، أتابع خلينا نقول الدورة الإجرائية لطلبي، وخلونا ننافس الدول الجوار. يعني الدورة يعني بأمانة أنا ما ودي أذكر أسماء دول، لكن في دول عندنا الدورة الإجرائية تأخذ عدة أيام، إحنا تأخذ عدة شهور. صحيح. وعندنا مستثمرين فقدناهم تمام بسبب صعوبة هذه الإجراءات. أي نعم. طبعا في نقطة أخيرة وأكبر المعوقات، طالما حنا ما نعرف المستثمر بأبرز الفرص الاستثمارية من خلال المنشآت أو القطاعات الحكومية والقطاعات الدعم، لابد يكون عندنا بوابة نعرف المستثمرين المحليين والخارجيين. صحيح. هذه حاليا للأسف غير موجود. هذا ما أشار إليه أيضا مهندس فوزي، مسألة الضبابية في الاستثمارات المتاحة والتي قد تكون فرص هامة. مهندس فوزي، كيف يمكن لشركات القطاع الخاص أن تساهم في توطين الصناعة أيضا، أم أيضا هناك معوقات وعلى رأسها التمويل؟ إذا سمحتي لي بس استكمل بعض المعوقات. تفضل. اللي فاتتني في مثلا غياب البيانات الاقتصادية. نعم. يعني لما تروح إلى اقتصاديات أخرى في مجلات في مواقع تحدد لك حجم السوق، حجم الاستثمار، في العائد المتوسط وهكذا. هذه وزارة التجارة كما قال الأخ وزير التجارة أنهم يعملون على استيفائها. من الأمور الأخرى لو تلاحظي في بقية الدول هناك إجراءات حمائية، يعني يكون في توصيف للمنتج من بداية أي مشروع، بينما هنا يمكن لكاتب المشروع المواصفات حقه استشاري أجنبي يوصف شركة غربية أو شركة آسيوية، وبالتالي المنتج المحلي خرج من النافذة قبل أن يبدأ المشروع. فالبيئة التنظيمية هذه والأمور الأخرى تحل. بالنسبة للتمويل يمكن مفارقة بصفتي مطلع شوي على الأمور المالية، أنه لا أعتقد أنه التمويل مشكلة، لأنه البنوك الكبيرة تتهافت على السوق السعودي. فبعضهم يتكلم عن وجود ما مقداره 2 تريليون دولار لدى المواطنين، هذا غير الحكومة وغير الشركات. فأعتقد أنه المستثمر يفتقر إلى القناة الاستثمارية اللي تحتاج تنظيم وتحتاج قانون وتحتاج كل الأمور، إنما الاستثمار أعتقد أنه سوف يأتي أوتوماتيكيا. يعني ما أعتقد أنه
دعم يحتاج تسويق لما أعطيك أنا مميزات وأنظمة في دورة رأس المال وخروجه وإدخاله إلى البلد، إعفاءات ضريبية، إعفاءات زي ما تفضل الأخ الوقود اللقيم قريب، طاقة قريبة، بعض المحافظات، فهذه كلها كويسة تساعد. بس أعتقد أنه الإيضاح أكثر من المال مطلوب بالنسبة حق الاستثماري سواء كان محلي أو خارجي. مسألة تدريب أيضا العاملين في هذا القطاع الصناعي والكفاءات، هل أيضا تشكل نوع من التحديات الآن في تدريب الكفاءات واليد العاملة التي تعمل في المجال الصناعي؟ قد لا يعجب كلامي البعض من الأخوة المواطنين، ولكن لا أعتقد أن احنا نواجه مشكلة في التعليم، قد نكون نواجه مشكلة في شق التربية، يعني لجهة ثقافة العمل، الانضباط، المبادرة، حب التعلم وهكذا. أيضا الفقرة الأخرى اللي نفتقدها بشدة اللغة، يعني اليوم اللغة العالمية الإنجليزية. نعم. فلو شاءت المقادير يعني وركزنا على التعليم لجهة خلق الأمور غير التعليمية، يعني الأمور السلوكية بالدرجة الأولى من ناحية ثقافة الوظيفة، الالتزام، إضافة إلى اللغة، هذه أكثر من كافية. التدريب اليوم التكنولوجيا تتغير سريعا، يعني ما كان يحتاج إلى 30 سنة سابقا ليتغير، الآن يمكن يتغير خلال 12 شهر. فالتدريب عادة يكون سريع ومو مشكلة، المشكلة قناة الاتصال مع المدرب والمتدرب، وغالبيته يكون على العمل. فما نقدر نقول إنه والله خرج شخص تدريب، لأنه يمكن بعد فترة التكنولوجيا تتغير. نعم يمكن تركيزنا السلوكي أو المجتمع يركز على الجامعات أكثر من التعليم المهني والتقني. نعم. بينما في بقية دول العالم أصحاب المهن اللي يسموها البلو كولرز حقين المهني والتقني يستلم عائد أفضل من المهندس، وبعضهم أفضل من الطبيب. صحيح صحيح. مهندس خالد، وجهة نظرك في مسألة تدريب الكفاءات واليد العاملة في هذا المجال، والتي أيضا يعني مهم يعني جدا أن يكون هناك توافق بين حاجة سوق العمل في القطاع الصناعي ومخرجات التعليم وتوجه أيضا الطلاب والشبان إلى المعاهد كما ذكر مهندس فوزي التقنية والمهنية. هنا طبعا أنا أعتقد أنها لابد أن نعيد سياسة مخرجات التدريب عندنا صراحة. يعني سواء من كليات تقنية أو من معاهد متخصصة أو حتى جامعات. مهم جدا. ليش؟ لأنه يمكن زي ما ذكر المهندس فوزي، رقم واحد اللغة الإنجليزية. خلينا نقول أغلب الخبراء اللي موجودين عشان يدربوا الشباب السعودي، المانوال والكتالوجات حقة المعدات وطرق التشغيل وخلافه كلها باللغة الإنجليزية، فلذلك لابد أنك تحتك بالآخرين بلغة قوية. فللأسف الآن مخرجات جامعاتنا ما عدا بعض الجامعات أو الكليات وخلافه في اللغة الإنجليزية لا زال في ضعف واضح طبعا. فلابد أن يعني مخرجات التدريب تركز على اللغة الإنجليزية، ثانيا تركز على المهارات وعلى العلوم المتعلقة بالصناعات. يعني الآن لا زالت مثلا فني كهربائي الآن، ويمكن الكليات التقنية الآن فني ميكانيكي بشكل عام. لا الآن وصلنا لمراحل متقدمة تخصصية في التقنية وخلافه. فلا بد صراحة نعيد مخرجات التدريب عشان تتوافق مع حاجة سوق العمل. المهندس خالد الغامدي مختص في سلاسل الأمداد وتوطين الصناعة، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيفي من الدمام المهندس فوزي العلوان مختص مالي وصناعي، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، الملف الثاني كان عن توطين الصناعة. أشكر طيب متابعتكم مشاهدينا الكرام، في الختام نلتقي غدا بإذن الله بنفس التوقيت، كونوا دائما على الموعد.